هون وزير الخارجية صبري بوقدوم من الأنباء التي تحدثت عن خلاف جزائري إسباني حول الحدود البحرية المشتركة. وقال بوقدوم في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا أن الجزائر ليست لها أي سياسة عدوانية مع أي دولة فيما يخص الحدود البحرية، خاصة دول الجوار. وكشف بوقدوم أن أي جزئية لا يتم التوافق عليها سيعني بدء مفاوضات مع الطرف المعترض وفقا للمادة الثانية من مرسوم الحدود البحرية الاقتصادية الصادر في الجريدة الرسمية في مارس.